نبدأ كلامنا إن شاء الله في الورشة زي ما قلنا، بإزاي إن إحنا نقدر نعمل الموفمنت اللي إحنا شايفينها. مبدئيا تعالوا نروح لفايل نيو، أو نعمل كلوز، لا مش مشكلة نيو. هروح لرندر سيتنجز وأروح لأوتبوت وأختار من فيديو، أختار اتش دي تي في، طبعا اختار اللي أنت عايزه. هاجي بعد كده اول حاجة عايز اعملها، عايز اعمل التريلز اللي احنا شايفينها، طبعا عشان اقربها لكم وعلشان تشوفوها بشكل اوضح واحسن. تمام، في التريلز دي في زي ما احنا شايفين هنا الحد بتاعها شكل بيضاوي، عندنا هنا في التشيمفر اتش دي اللي هي فيلت كابس، وعندنا شكل بيمشي على باث او على شكل تاني. ازاي ده اللي احنا هنشوفه؟ تعالوا الاول نروح ل سبلاينز، ناخد كيوبيك، طبعا مش شرط كيوبيك، يعني خد اي حاجه تعمل لك شكل زي حرف ال مقلوب. هروح عند فرونت واجي على فرونت وارسم نقطة والتانية والتالتة، تبقى بالشكل ده كده. اظبط النقط بتاعتي، رايت كليك، طبعا اختار السليكشن تول، رايت كليك سوفت انتربوليشن، رايت كليك سوفت انتربوليشن، بحاول لان انا عايز اخلي الخط ده مستقيم، اروح لأداة الموف وامسك الخط ده اعمله بالمنظر ده كده. نفس الموضوع، هرجع النقطة دي كده واطلعها فوق شوية. تمام، ممكن ان اقلل التنجن بتاعها بالشكل ده، ممكن انا اعمل لها روتيت لان انا فعلا محتاج ان انا اعمل روتيت. تمام، وفي نفس الوقت اقلل تنجن بالمنظر ده كده، يبقى فيها حاجه بالشكل ده. ده اول سبلاين. طيب انا مش عايز السبلاين يبقى واخد الاتجاه ده، عايز يبقى واخد الاتجاه لورا. هاجي هنا وعلى اوبجكت، مفيش هنا بلان، يبقى اروح ل الروتيشن تول زي ما احنا، اروح للموديل تول خلاص، والفه بمقدار 90 درجة بالشكل ده. بعد كده الف زاوية كامرتي بالمنظر ده كده عشان يبقى قدامي بالشكل ده، ارفعه فوق شوية حاجة كده. بعد كده هروح اعمل دب ليكيت للسبلاين. تمام، المنظر ده بحيث يبقوا هما الاثنين بالشكل ده، فهيبقوا عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. على فكره المسافه بين الاثنين هي السكيل بتاع الريبون اللي احنا هنعمله. والله عايز تتأيد بالسكيل ممكن تروح هنا وتشوف السكيل بتاع كل واحد عامل ازاي. ماشي لحد ما كده شويه. بعد كده نروح على النيربسس واروح على سويب نيربس. قلنا سويب نيربس بيعمل سويب لشكل على باث، شكل على شكل. هاخد السبلاين اقول له خد السبلاين ده واعمل له سويب على السبلاين ده. طبعا احنا شايفين الدنيا باظت ما نفعتش. طيب هو ليه؟ لان لما اجي اعمل سويب للسبلاين، تمام، على سبلاين تاني او على نفس الشكل، لازم يكون في حاجه بتحدد لي المسار بين الاثنين او بتحدد لي الشكل بين الاثنين. زي ما احنا شايف كده الشكل بايظ. طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل ان انا اروح اجيب مثلا، اشوف انا الشكل اللي انا عايزه، احنا قلنا شكل بيضاوي اليبس، هروح اخليه اليبس اليبس واقلل الحجم بتاعه بالشكل ده. بعد كده اخد الاليبس ده احطه فوق في اول حاجه في السويب ده، بنسميه بقى الريل. لو احنا عملناه كده شفنا بقى عامل ازاي تاني اهو، ده بنسميه الريل. الريل ده هو اللي بيحدد الشكل والعلاقه بين الاثنين سبلاين دول. تمام، بالمنظر ده كده. طبعا اقدر ان انا اجي على الريل ده واجي على السيركل واتحكم في الراديوس زي ما انا عايز بالشكل ده كده.
طبعا مسألة بقى يعني حاجة زي نسبة وتناسب بين الاتنين. طبعا ممكن اغير بقى الانترميديات بوينتس بتاعت اللاينز كلها، يا ريت كلها تبقى يونيفورم علشان تدي لك سموث بشكل كويس، حتى الانترميديات بوينتس بتاع الخط. شايف فرق؟ فرق على طول. تمام، نفس القصة في التاني. طبعا خلي بالكوا يا فرق، بس مع معاناة في الريندر إلى حد ما، حاجة تبقى بالشكل ده كده. ده أول واحد، تعالوا نسمي السويت ده ريد ريبون، وتعالوا نعمل منه دوبليكيت. الدوبليكيت الأولاني ده هسميه أورانج ريبون، التاني هسميه بينك ريبون. يبقى كده ريد وأورانج وبينك، أعتقد إن هي دي نفس الألوان. آدي ده مش بينك أوي يعني، ريد أورانج، في ريد غامق. تمام، ده هنسميه دارك ريد ريبون. وتعالوا بقى نزق دول او نبعد دول عن بعض. تعالوا ناخد اول واحد اللي هو الاورنج، تعالوا في التوب ونبعده كده مثلا، ونيجي على البينك ونبعده كده. على فكرة انا عايزهم لازقين في بعض شوية، وده الاورنج وده البينك، وتعالوا على الدارك الدارك ريد ريبون بالشكل. اصبحوا عندي كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. في حاجة انا عايز احافظ على الانجل بتاع زاوية الكاميرا دي، تمام، بالشكل ده. اعتقد يعني كانت واخده الانحناءه دي، بس هننزل تحت شويه لان انا بعد كده هطول الريبونز كلها. تمام، هاجي بعد كده ل اسف للرايت، هاجي للرايت واقفل كل السويبس دي واسلكت كل السبلاينز. تمام، بالشكل ده كده. اخد الاثنين سبلاين دول والاثنين دول. طبعا انا معايا شيفت كده، واروح على الفيرتكس واجي على السليكشن تول واشيل سيلكت اونلي فيزبل اليمنتس، عايز اسلكت كل النقط اللي في اخر الريبون واسلكتهم كده، واقوم زيهم لورا بالشكل ده كده، واخد ارجع تاني زي ما كنت، وارجع السويبس زي ما كانت مرة تانية، علشان ابقى انا كده عملت الارضية زي ما احنا شايفينها في او كنا شايفينها في الديمو. اعتقد ان زاوية الكاميرا دي يعني مش عايزين ان احنا نخسر الزاوية دي، ان الزاوية دي تقريبا هي اللي احنا هنعمل عليها الاند او الفينش بتاع الشغل بتاعنا. فهنيجي نقفل كل القصة دي ونروح لللايتس والكاميراز وناخد الكاميرا بس كده. بعد كده تعالوا نعمل شوية راندومايز في الريبونز دول. تعالوا ناخد اول ريبون اللي هو الريد ريبون، ونروح ناخد الاتنين بوينتس بتوعه اللي هما الاتنين دول. تمام، نروح نسلكت الاتنين بوينتس دي ودي، ونسحب البوينتس دي لفوق. تمام، بالشكل ده كده. طلعهم قدام بالشكل ده كده، ونعمل لهم روتيت بالشكل ده، وننزلهم لتحت يعني بالمنظر ده. طبعا في تكسيرات، شويه تكسيرات هنا. تمام، التكسيرات دي زي ما قلنا بالانترميديت بوينتس، ما اعتقدش ان هي هتبان معانا في الشغل بتاعنا. نرفع لفوق كمان، نطلع لقدام كمان بالمنظر. طيب نيجي بعد كده على الاورنج
ريبون، ناخد برضو الاتنين بتوعه بالمنظر ده ونسلكت الاتنين اللي فوق ونرفعهم برضو لفوق شوية بالشكل، نطلعهم حتى لقدام شوية برضو بالشكل ده كده. نيجي على الريبون اللي في ماشي، لا ماشي ناخد ده تمام، وناخد برضو الاتنين اللي فوق ونرفعهم اعلى من كده شوية وبرضو نزقهم على قدام علينا احنا شوية كده. احنا عملنا بس راندومايز للريبونز. طب اقدر ان انا انزل بالكاميرا اللي تحت شوية وارفعها لفوق شوية بالشكل ده. هحتاج على فكرة ان انا اطول الريبونز تاني، اعتقد هنحتاج ان احنا نطول الريبونز تاني، فمش مشكلة نروح ليها. هي فعلا يا دوب متأسف معلش البرد عامل عمايله. ناخد الاتنين كل الفيلم ده ناخده من هنا ونسلكت كله ونقوم زقينه، ناخد شوية كمان لورا بحيث احتاجنا نعمل زوم اوت ما نتزنقش تمام بالشكل ده كده. انا اعتقد ان كده رسينا على الزاوية بتاعت الكاميرا. تعالوا بقى نشوف شوية في الانترميديت بوينتس تمام. اعتقد هنزود شوية، نخليها مثلا ولتكن 45 ودول نفس الموضوع، ولتكن 45 ودول نفس الموضوع، ولتكن 45. كان في مشكلة ان احنا عاملين السبلاين وسايبين التاني، ودي برضو ولتكن 45. يبقى انا كده ضمنت ان كل الريندر اللي عندي سموز ريندر بشكل ظريف وكويس. طيب كده تمام، كده خلصنا من الريبونز. خطوة واحدة بسيطة قوي، هعمل اولا الخامات دبل كليك واسمي دي ريد تمام، ودبل كليك واروح على الكلر واخليها ريد كلر المنظر دوت، اخليها غامقه شويه لسبب لاني لما هحط الاضاءه هتفتح ريفليكشن. هو في الديمو الاساسي ما كانش فيه ريفليكشن، لكن انا عايز احط ريفليكشن وليكن ريفليكشن خفيف مع فيرنيل برضو خفيف بحيث يدي شكل حلو شكل كويس. سبيكولار ما كانش فيه سبيكولار اساسا في الموضوع. الومينيشن هي الموديل بتاعها فونك، انا عايز اعملها بلين علشان يعني الاشعه بتاعتها تقل شويه او ما تبقاش ساطعه قوي لو شلنا الريفليكشن تمام، ورحنا عملناها مثلا فونج زي ما انتم شايفين الفونج بيدي سبيكولر. انا عايز اقتل الى حد ما. طبعا دي مش هتنفع اورن ناير، لا والله دي كويسه، اعتقد كمان انها كويسه عن الاثنين التانيين. مع الريفليكشن يعني نقلل الريفليكشن شويه، نقلل الفيرنل شوية. ادي اول خامة، كنترول ونسحب وكنترول ونسحب وكنترول ونسحب. دبل كليك على الريد دي هنسميها اورانج، وهاجي عليها كده واديها لون اورانج بس مايل للحمرة شوية. هاجي على دي واديها لون احمر، اعتقد هي كان فيها اللون الباهت ده بس مش قوي كده تمام ماشي. كان فيها ايه تاني؟ كان فيها ايه تاني؟ لك الاحمر الغامق، كان فيها الاحمر الغامق اللي هو الدارك ريد بالمنظر. نيجي للريد نحط ريد، نيجي للاورنج نحط اورنج، نيجي انا سميته بينك مش عارف ليه، بس نيجي لدي نحط كده تمام. بعد كده تعالوا بقى نروح للجلوبال الومينيشن وننشطه ونخلي كل حاجه فيه لو
في بس حاجه نسيت اعملها، عشان هو في حتت قريبه من بعضها، فانا عايز الحته دي يبقى فيها ظل بحيث تدي واقعيه زي الديمو. هروح لريد واروح للديفيوجن واقول له افكت ريفليكشن، عشان لو هحط اي افكت هنا افكت ريفليكشن. تعالوا هعملها لكم في الويندو علشان نبقى شايفين بشكل احسن. هروح للتكتشر، اروح لافكتس، احط امبيانت اوكلوجن. خلاص اروح للامبيانت اوكلوجن، هخلي الاكيرسي بتاعته هخليها اقل طبعا، هخليها ب 60%. هخلي المينيمم ريلينكس هخليها ب 30، والماكسيمم هخليها ب 150. الكونتراست هخليها ب 35 عشان تبقى باينه قوي وظاهره. المينيمم سامبلز هي 128، كل ما تزيد كلها تبقى كويسه، لكن انا هقللها والمينيمم سامبل هخليها 5. فكده يعني الى حد ما الدنيا تظبط. هعمل كوبي للديفيوجن ودبل كليك على الاورنج واعمل بيست. اسف. طب دبل كليك تاني على الريد، اسهل من ده كله. اعمل كوبي للتكتشر نفسها، دبل كليك على الاورنج واعمل بيست، دبل كليك على البينك واعمل بيست، دبل كليك على الريد كولر واعمل بيست. بعد كده اقفل كل الموضوع ده تمام، واروح بعد كده احط لايت. تعالوا نشوف اللايت وظبطه اللايت في الجزء اللي جاي.